إعادة جثامين 4 مغاربة من بلجيكا إلى موطنهم بعد أن لقوا مسرعهم في انفجار أنتريب. تعرفوا معنا على تفاصيل الواقعة. صباح الخميس الماضي شهدت مدينة أنتريب البلجيكية وقوع انفجار عنيف دمر مبنى سكنيا أسفر عن قتلى ومصابين، وكانت عمليات البحث صعبة بسبب خطر انهيار المبنى، واضطر رجال الإطفاء إلى هدم المبنى للعثور على أي ضحايا محتملين. مصادر إعلامية أكدت مقتل 4 أشخاص من أصل مغربي، ورغم توفرهم على جنسيات أوروبية اختارت أسرهم إعادتهم إلى مسقط رأسهم من أجل دفنهم. ويتعلق الأمر بكل من الطفلة هدى ذات 10 أعوام ووالدتها، ومهاجر يبلغ من العمر 44 عاما، وآخر يبلغ 53 عاما، كان يمتلك محلا لبيع المواد الغذائية قرب المبنى. مراسم عزاء كبيرة تم تنظيمها بمسجد النصر الفتحي بمدينة أنتويرب تحت إشراف سفير المغرب بلجيكا والقنصلية العام بالمدينة، وبحضور عمدة المدينة ورئيس المجلس الأوروبي لعلماء المغرب. ولم تتضح بعد الأسباب الحقيقية للانفجار، إلا أن تقارير أشارت إلى احتمال حدوث تسرب للغاز، غير أن شركة إدارة شبكة الغاز أكدت أن عدادات الغاز كانت سليمة، ما يعني أن الانفجار لم يحدث بسبب تسرب في شبكة الغاز. شاركنا رأيك.